عن مشايخ أفاضل أن الجند الغربي مقصدهم الجند المصري. نعم. في الحديث الشريف. في الحديث الشريف الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكايته وفي قوله عن الجند الغربي هو المقصود به وفق كل التفاسير التي فسرت هذا الحديث بأنه الجندي المصري الذي سيكون غرب المدينة المنورة. خير أجناد الأرض. وده أيضا قيلت في الجندي المصري. ولكن البعض للأسف في إطار المكايدة حاول أن ينسخها أو يمسخها. هو طبعا دي محاولة، وإحنا يمكن يعني قلناها قبل ذلك لما جاء إلينا في دار الإفتاء المصرية أحد رجال الجيش المصري الذين حضروا حرب 73 وكان كبيرا في السن، وجاء إلينا وهو في حزن شديد للغاية. لماذا؟ هذا الكلام في سنة 2014 أو 15 في هذه الحدود، يعني زعلان وحزين لأن بعض الذين ينتسبون إلى العلم يقولون بأن هذا الحديث ليس صحيحا، وعلى الرغم من أنك يمكن أنك لو بحثت عن تاريخهم عندما كانوا يتكلمون قبل ثورة 30 يونيو كانوا يقولون العكس. هذا الحديث العكس تماما، مظبوط، وأن بعضهم تكلم في حق الجيش المصري كلاما طيبا قبل 30 يونيو. صحيح. لكن لما حصل 30 يونيو وانحاز الجيش المصري لإرادة الشعب ووقف بجانب الشعب ويعني نصره على نصر هذا الشعب وقوفا عند إرادته وأزاح هذه الفئة طغمة. وجدنا أن البعض شكك في هذا الحديث، بل بعضهم قال بأنه موضوع، وكلمة موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أننا طلبنا من هذا الرجل البطل الذي حضر حرب 73 أن يكتب السؤال في صورة مكتوبة، ورددتم عليه، رددنا عليه في صفحات عديدة. هذه الصفحات اشتملت على شقين. اشتملت أولا على أننا بحثنا في طرق الحديث جميعا فوجدناه أن كل الطرق يقوي بعضها بعضا، ثم إن تلقي الأمة بالقبول لهذا الحديث رقم اثنين يقوي هذا الحديث. ومن المعروف أن التلقي الأمة بالقبول للحديث يجعله في مرتبة مقبولة حتى وإن لم يكن فيه من القوة بمكان، فطرقه يقوي بعضها بعضا، تلقي الأمة بالقبول هذا يجعله قويا. نمرة ثلاثة أننا رددنا على كل الطعون التي وجهت إلى للحديث سند هذا الحديث. ثم إننا نظرنا في متن الحديث، المتن اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليكم مصر، هذا المتن الذي جاء الحديث رواية هنا الحقيقة وجدناه متفق مع واقع الإنسان المصري، واقع الجند المصري، يؤيد ما انتهى إليه هذا الحديث الشريف من إثبات الخيرية للجند المصري في أنه جندي شجاع. وأظن أن بعض القادة العسكريين في الخارج، ما أنا لا أعرف مدى صحة هذه الرواية أو لا، قال لو أنني أمتلك جيش مصر فقط لفتحت الدنيا بكاملها، فكأنه قرأ في من منطق العسكرية قوة هذا الجيش. يكفي الآن عندما قضى هذا الجيش على والشرطة المصرية عندما قضت على الإرهاب ونجحنا في القضاء أمنيا على هذا الإرهاب الذي كان موجودا في سيناء، والذي كنا نكتوي بناره ربما في اليوم والليلة المرات، لكن الآن بعد مضي 10 سنوات ونجاح الدولة المصرية في هذه المعركة نحن نعيش في أمن وأمان كاملين. ثم إن هذا الإنسان الجندي المصري بعد معركته في هذه المعارك جميعا وجدناه يعني مقداما. لما تشوف الإنسان المصاب، وحتى أنا سمحته في الندوة التثقيفية يقول بأنه أصيب أكثر من مرة. أيوة. وطلب أن يرجع إلى سيناء أكثر من مرة في حربنا ضد الإرهاب. صحيح.
كأنه ذاق حلاوة الشجاعة وحلاوة البطولة وطعم الجندي المصري، طعم الخيرية التي أثبتها له رسول